وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ذوات الراء المتطرفة المكسورة وفي جبارين وكافرين نتناول الفتحة والتقليل والإمالة. النار النار فتح النار النار تقليل النير النير. طبعا هناك من يقرأ في التقليل النار هكذا النار، الألف مفتوحة، لا، الألف لابد أن تقلل فتحتها لأن هذا الأصل، والترقيق الراء هذا فرع، فكثير يقرأ في هذه وفي اللي بعدها المثالين اللي بعد يقرأ بترقيق فقط ولا يقلل الألف، هذا خطأ. النار الجار الأبرار الأبرار هكذا، لا بد الألف تقلل. طيب نأتي بالفتح والتقليل والإمالة في الجار والأبرار. الجار الجار الأبرار الأبرار تقليل الجار الجار الأبرار، أو على النقل الأبرار 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 الأبرار. والإمالة الجير الجير الأبرير الأبرير. كذلك في جبارين في الفتح والتقليل والإمالة. جبارين 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 تقليل جبارين، والإمالة جبارين جبارين. والإمالة في والفتح والتقليل والإمالة في الكافرين في كافرين أو الكافرين بالألف واللام أو بدون. كافرين 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 كافرين. ومن صور الفتح والتقليل والإمالة الراء التي بعدها ألف مقصورة. ذكرى ذكرى ذكرى، جبنا التقليل أولا نأتي بالفتح أولا. ذكرى ذكرى بشرى بشرى تقليل ذكرى، لابد تقليل الألف هذه لا نقتصر على ترقيق الراء فقط. ذكرى ذكرى لابد من ترقيق تقليل الألف. بشرى بشرى هذا خطأ شائع الذي نبهنا إليه. ذكري بشري الخطأ الشائع دائما في التقليل، يا إما الألف اللي قبل أو بعد الراء يكتفوا بترقيق الراء ويتركون الألف، هذا خطأ. كما قلنا في النار الجر الأبرر الألف لابد أن تقلل، وهكذا أيضا التي بعدها. ذكر لأخراهم فتح لأخراهم لأخراهم تقليل لأخراهم لأخراهم، وهنا أيضا نؤكد على تقليل الألف بوضوح. لأخراهم، والإمالة لأخريهم لأخريهم. ونعرض صورا أخرى في المقطع القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.